مساء الخير عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة في مطبخنا، مطبخ إما، هندخل مع بعض هنعمل وصفة من وصفات رمضان. كتير جدا منكم بيشتكي انها مش بتطلع مظبوطة معاك، وكتير جدا منكم بيتساءل هي ليه بتطلع عندكم مظبوطة زي البسبوسة كده. احنا عملنا المرة اللي فاتت البسبوسة، ولما اتكلمنا عن الحاجات المكونات اللي انا بستخدمها لعمل طبق البسبوسة بتاعتي، الكل استغرب جدا ازاي هي بتطلع مظبوطة وبتطلع حلوة، لغاية ما انبسطت جدا وشفت التايم لاين بتاع تويتر مليان بسبوسة. في اللحظة دي كنت سعيدة بشكل لا يمكن تتخيله. على فكرة، من اكبر الانجازات ومن اكتر الحاجات اللي انا بحبها لما بعمل وصفة وحضرتك تشاركيني فيها، او حضرتك تشاركني فيها وتبعت تقولي انا عملتها يا اما وطلعت صح، انا عملتها يا اما وطلعت مظبوط، ساعتها بحس بسعادة يا جماعة لا يمكن تقدروا تتخيلوها. النهاردة هنعمل لقمة القاضي، هنعمل لقمة القاضي في مطبخنا، وهو فعلا مطبخنا لانه مش مطبخي لوحدي. انا حابة جدا ان حضرتك تشاركيني كل الوصفات اللي انا بعملها. انا بعملك بالضبط نفس اللي انا بعمله جوا بيتي، بالمكونات، بالطريقة، بكل حاجة. النهاردة هنروح مع بعض نعمل لقمة القاضي، هنشوف ازاي في مطبخنا، مطبخ اما، بنستخدم بعض الحاجات اللي برضو تكون مختلفة عن بعض الوصفات اللي موجودة عندنا على الساحة. يلا بينا مع بعض نعمل وصفتنا للنهاردة، وما تنسينيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، ويلا بينا نعمل لقمة القاضي في مطبخنا، مطبخ اما. انا هعمل النهارده لقمه القاضي للتخزين علشان حضرتك تقدري تخزنيها عندك في الفريزر وتلاقيها عندك طول الشهر. انا حطيت 6 كوبايات بالكوب المعياري، يعني اللي هو زي ده، مش بالكوبايات الكبيره بتاعه الميه. الست كوبايات دقيق دول انا دلوقتي حالا هحط عليهم نص معلقه كبيره من الملح، نص معلقه كبيره من الملح، هحط عليهم معلقه كبيره من السكر، معلقه اكل يا جماعه. هنضيف عليهم كمان من خميرة البيرة، لو عندك الخميرة الفورية اوكي، لو عندك خميرة فراش برضو اوكي. انا هحط عليها معلقتين من الخميرة البيرة، معلقتين اكل خميرة بيرة. وبعدين بحط من البيكنج باودر، هحط من البيكنج باودر بس نص معلقة كبيرة، نص معلقة. انا بحط لكل كوباية دقيق يا جماعة معلقة واحدة من النشا، يعني انا لو حاطة 6 كوبايات هحط عليهم 6 معالق من النشا. كده 6 معالق من النشا على 6 كوبايات الدقيق، وخلطتهم برضو مع كل المكونات الجافة اللي موجودة عندي، وكده خلاص الدقيق بتاع لقمة القاضي جاهز عندي. الحاجة الوحيدة انا جنب ايدي الكوب المعياري ده، انا حاطه فيه 4 كوبايات من المية الدافية، بفتح بس كده جوه العجين بتاعي، جوه الدقيق انا اسفة بتاعي، وهبتدي انزل بكوبايتين بس من المية دي، بس كوبايتين يعني نص كمية المية. نص كمية المية دول بضيف عليهم 1/3 كوباية صغيرة، او لو بمعيار عادي في ايدك معلقتين من الزيت. طبعا يا جماعة انا عملت 6 كوبايات دول كتار طبعا جدا، هيطلعوا كمية كبيرة جدا، علشان النهاردة هنتكلم في ان ازاي نقدر نحتفظ بلقمة القاضي في الفريزر ونطلعها في اي وقت طول الشهر نستمتع بيها كلنا، الولاد بيحبوها، وعندنا اصناف تانية من الحلويات نقدر نطلع كيس من الفريزر ونستخدمه بكل سهولة، بيوفر علينا وقت، بيوفر علينا مجهود، وحضرتك هتشوفي بعد كده الطريقة قد ايه سهلة. انا بعد ما ضفت يعني نص كمية المية اللي هما 2 كوبايات زي ما قلتلك، الكوب المعياري ده معياري يا جماعة، مش الكوبايات المية الكبار، لا ده الكوب المعياري بتاعي اللي انا بشتغل بيه. انا بفضل اقلبها كده، انا طبعا حاسة انها محتاجة مية كمان، هزود المية اللي عندي، لكن مش هنزل عليها بكمية المية كلها، انا هنزل بس بكوباية واحدة من المية وببقي عندي كوباية. زي ما انتم شايفين لسه عايزة مية كمان، فانا ال6 كوبايات عادة بحط لهم 4 كوبايات من المية، لكن حابة ان حضرتك تكوني موجودة معايا، وبرضو حسب نوع الدقيق اللي موجود عند حضرتك. انا برضو حطيت 1/2 كوباية اللي بقى، يعني باقي لسه عندي 1/2 كوباية مية. كده حطينا 3 كوبايات ونص، ونفضل نقلب زي ما حضرتك شايفين دلوقتي. كده انا حاسة انها خدت ال3 كوبايات ونص، وطبعا زي ما حضرتك شايفه لسه شكل العجينه سميك،
يعني هضيف دلوقتي نص الكوبايه اللي انا كنت شايلاها على جنب، ما عادلوش اي لازمه ان انا افضل سايبها. يبقى الست كوبايات اخذوا مننا 4 كوبايات من الميه اللي كانت بنفس المقدار المعيار اللي انا يعني عايرت بيه الدقيق. انا كده بقى هعجن دقيقي خلاص، لان محتاجه اعرف السمك اللي لقمه القاضي بتاعتي وصلت له. انا كده حاسه تحت ايدي ان العجين بيتكون بيبقى طري زي ما انا عايزاه. الحقيقة ان انا شايفة ان العجينة بالسمك ده بالنسبة لي هايلة جدا، يعني كده ده السمك اللي انا عايزاه، ده لقمة القاضي بالشكل ده انا عايزاها كده. انا مش عايزاها مية يا جماعة ومش عايزاها عجينة، انا عايزاها بالشكل ده وسط. لكن بعد كده انا في حالتي طبعا حضرتك تقدري تستخدمي ايدك طول الوقت لغاية ما تحصلي على عجينة ما فيش فيها اي نوع من انواع الكلاكيع، يعني مش مكلكع، هي فيها هتلاحظي تحت ايديكي ان فيها كلاكيع شويه. حضرتك هتفضلي تقلبي فيها. الناس اللي عندهم مضرب كهرباء يا جماعه تقدروا تستخدموه، يعني ميكسر يعني. الناس اللي عندها هاند بلندر هتقدر تستخدمه. انا دلوقتي معاكي هوقف شغل بايدي وهروح اجيب الهاند بلندر بتاعي وهبتدي اعملها قصاد حضرتك. انا كده الهاند بلندر بتاعي موجود. المكون الاخير بقى يا جماعه وهو ده وصفتنا في مطبخنا، مطبخ قامة. بطاطساية متوسطة أنا قطعتها قطع صغيرة زي ما حضرتك شايفة، يعني بقت خلاص أهي يعني اتطحنت خالص. أنا باخدها وبحطها حالا على العجينة اللي عندي فيه أهي. دي بطاطساية متوسطة يا جماعة مسلوقة اتضافت على العجين بتاع لقمة القاضي. الخليط بتاعي جاهز. كل اللي انا هعمله بس ان انا هبتدي استخدم الهاند بلندر بتاعي. ما تقلقيش حضرتك انت شغاله فيه، احنا اللي يهمنا بس ان ما بقاش فيه اي كلاكيع في العجين اللي احنا عاملينه ده. انا كده خلاص العجينه بتاعتي خلصت، يعني ده خلاص ما عادش فيها اي كلاكيع، الهاند بلندر عملها بالمنظر ده. انا في الحقيقه يا جماعه عجينه لقمه القاضي بتاعتي كده، انا مش بعملها ميه، انا عجينه لقمه القاضي بتاعتي بتبقى بالمنظر ده. انا بس كل اللي بعمله دلوقتي قصاد حضرتك انا هاخدها وهغطيها ببلاستيك، اي كيس بلاستيك موجود عندي جوه البيت، وهنغطيه بفوطه. انا سبت لقمه القاضي بتاعتي لمده نص ساعه عندي على البوتاجاز. اي طاسه يعني غويطه يا جماعه او اي حله قديمه عند حضرتك لازم تكون غويطه. هنحط فيها لغاية نصها زي ما حضرتك شايفاني كده زيت، وهنفتح البوتاجاز بتاعنا على درجة حرارة متوسطة. الحاجة الوحيدة بس يا جماعة اللي أنا عايزاها منكم، جنب إيدك طبق فيه زيت، شوية من الزيت ومعلقة صغيرة، أي معلقة صغيرة حضرتك تفضليها، ما تحطوش مية علشان ما تفرقعش يا جماعة وتطقطق في وشكوا الزيت، الزيت في منتهى الخطورة. فأنا هيبقى جنب إيدي الطبق ده مش هيسيبني خالص من هنا. الحاجة التانية ان دي الوصفة بتاعتي في نص ساعة، ده شكلها اهو، ده منظرها خلاص اتخمرت. انا بس كل اللي هعمله ان انا هشيل من عليها الكيس البلاستيك اللي انا كنت حطاه. وهبتدي حالا اشتغل بالعجينة بتاعتي دي. ما تقلقوش خالص وانتوا شغالين بيها، هي انا عايزاها بتمط المطه دي، انا مش عايزه ميه. انا كده الزيت بتاعي سخن، انا بس هنزل اختبر الزيت بتاعي. بتاخدي بايدك كده زي ما انا بعمل بايدك كده بالمعلقه الصغيره كده، وبتنزلي جوه الزيت اهي. هنستنى بس لغايه ما الاولانيه دي تبتدي يبان فيها القلي انها بتتقلي فعلا، وهنبتدي نكمل باقي القلي بتاع لقمه القاضي اللي موجود عندنا. انا هستنى لغايه ما نشوفها مع بعض بتبتدي تاخد شكل كده في الزيت، واول ما تبتدي تغلي يعني بتتحمر هنبتدي ننزل بباقي الكميه. درجه الحراره متوسطه، مش عاليه قوي يا جماعه، متوسطه. انا هنا بقى هبتدي اقلي باقي
لقمه القاضي زي ما قلت لك، الطبق اللي فيه الزيت يا جماعه ما ننساهوش خالص، طبق الزيت جنب ايدينا، بتقطعيها كده زي ما حضرتك شايفاني وبتنزلي بيها في الزيت. زي ما قلت لكم ما تخافوش لو كلهم مش قد بعض، لما هتدخل الفريزر وهتطلع وهتدخليها الزيت تاني هتاخد شكل هتنبهري بيه. ابتدت اهي تتحمر شويه، انا بعملها نص تحمير وبشيلها في الطبق على جنب علشان دي اللي انا بعد كده هستخدمها طول الشهر. زي ما انتم شايفين اهو ده شكلها يا جماعه اهو قدامكم. هنكمل باقي الكميه بنفس الشكل. اول ما بحس ان كلها يعني دخلها الزيت بشيلها على طول لغايه اليوم، يعني بعد ما بقسمهم ببتدي بعد كده اقرر حجم الاكياس اللي هستخدمها قد ايه علشان نشيلها في الفريزر. هنا ما تقدري حضرتك تغيري الطعم زي ما حضرتك عايزه، انا مثلا عندي حد بيحب شويه بالسكر هنحط شويه زياده هنا بالسكر، عندي ناس بتحب العسل، انا في الحقيقه بعمل العسل بتاعي وببقى شايلاه عندي في البيت، يعني مش ببقى بعمله في اخر لحظه، انا احط اهو شويه في العسل هسقيهم كده، هسيبهم شويه يتشربوا العسل وبعد كده هنقلهم احطهم في طبق على جنب وحضرتك هتشوفي الشكل النهائي. ده اللي بالسكر، الناس اللي بتحب تاكلها بالسكر اهي، والناس اللي بتحب تاكل نوتيلا تقدر تحط نوتيلا، الناس اللي بتحب الكراميل تقدر تحطي في الكراميل، انا بس هستنى اللي عندي دي تتشرب شويه من العسل، هقلبها بس كده بالمعلقه تقلبتين وبعد كده احطها في الطبق وحضرتك هتشوفي النتيجه. وصفتنا للنهارده خلصت، ودي الكميه اللي طلعها 6 كوبايات صغيرين بالكوب المعياري دقيق، طلعت لنا الكميه دي، دي الكميه اللي انا هشيلها عندي في الفريزر واللي هلاقيها عندي في اي وقت سواء جالي ضيوف او لو حابه ابعت لحد يدوق، حابه ابعت لاختي، حابه ابعت لجراني، حابه ان حد يشاركني الوصفه بتاعتي. انا في الحقيقه زي ما قلت لك انا عملت جزء بالعسل وهدوقه حالا قدامك اهو. مش هقولك انها تحفة، لا هي ابعد من كده بكتير، هي ما حصلتش بصراحة. طبعا يا جماعة الوصفة زي ما انتم شايفين قد ايه سهلة بسيطة. كمان عايزة اقولك حاجة قبل ما امشي، انا طبعا كلت، عارفة ان انا كلته احيانا بحس ان انا مستفزه، ده شكلها اهو، ده شكلها من جوه اهي اهي. هفتح لك واحده ثانيه، شكلها اهو يا جماعه من جوه، ده شكلها اهو. ما تنسونيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، وكل سنه واحنا كلنا طيبين، وان شاء الله في اكله جديده في وصفه جديده في مطبخنا مطبخ ايمن.